يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن فضيلتكم قد أفتى بأن ما يفعله بعض اللاعبين وهو السجود لفرحه بالفوز أو غير ذلك يعد من البدع، مع أن ذلك يعد من سجود الشكر؟ سجود الشكر ما يشرع إلا عند تجدد نعمة أو زوال نقمة، والفوز في الكرة ما هو بنعمة، هذا نعمة للمسلمين، وش يستفيدون المسلمين؟ بل هو وش يستفيد أيضا؟ هذا ما هو بتجدد نعمة، فإذا يكون السجود بدعة لأنه ما له سبب شرعي. نعم.